وكالعادة بداية أخبارنا طبعا بتكون عن الجرائد اللي اتكلمت عن النادي الأهلي. الشروق: مجلس الأهلي يعتمد اللائحة الجديدة بعد مناقشة 3500 اقتراح. بدء طباعة اللائحة خلال ساعات وإعلانها في النادي وتسهيلات الأعضاء للمشاركة. الوطن: المجلس يعتمد مشروع اللائحة بعد تعديل 31 بند ومناقشة 3500 اقتراح. الإدارة تحاول توفير الراحة أثناء الجمعية العمومية وبدء طباعة اللائحة للتوزيع على الأعضاء خلال ساعات. الأهلي يجهز 30,000 نسخة للائحة الأهلي في ثوبها الجديد. الأخبار: الأهلي يقيد صالح جمعة في يناير وعرض إنجليزي لمحسن. مجلس الإدارة يعتمد مشروع اللائحة بعد مناقشة 3500 اقتراح. المساء: الخطيب يدعو الجماهير لمؤازرة الأهلي أمام الهرايا. كارتيرون: لاعبونا الأحسن بفضل خبرتهم الإفريقية، متفائل بالإقامة لقاء العودة بإقامة لقاء العودة على ملعبنا وبحضور مشجعي الأحمر. الأهرام: الأهلي يحذر لاعبيه من خدعة ضعف مستوى هرايا قبل لقاء الإياب. الأخبار المسائي: عقل كارتيرون مشغول بحرايا. الفريق يستأنف تدريباته استعدادا للموقعة الإفريقية ودعم معنوي من الإدارة. الدستور: كارتيرون يجهز فتحي وأشرف لحل أزمة الدفاع أمام هرايا وتدريبات على المرمى. نروح بقى لأهم تفاصيل الأخبار ونبتديها من الأخبار المسائي اللي قال إن أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه هيتم تعليق مشروع لائحة النادي الأهلي بعد تعديلها يوم الخميس اللي جاي في مقر النادي في الجزيرة وكمان في فرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، وكمان قال إن هو هيتم توزيعها بشكل رسمي ومطبوع على الأعضاء يوم الجمعة، وإنه هيتم بعد كده طبع أكتر من 30,000 نسخة من مشروع لائحة النظام الأساسي في طوبها الجديد بعد التعديلات اللي اعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي. كمان الأهرام قالت إن أكد كابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الأهلي إن فريق هرايا كوناكري الغيني فريق قوي وخصوصا طبعا خارج أرضه، ورفض يوسف كل الكلام اللي بيقلل من مستوى الفريق الغيني. وكمان أكد كابتن محمد يوسف على إنه مش هيسمح بتصدير فكرة سهولة المباراة للعيبة، وإن فريق هرايا فريق ضعيف، وإن المباراة مباراة العودة في القاهرة دي سهلة، وإن النادي الأهلي خلاص ضمن الصعود، لأن ده كله كلام مش صحيح بالمرة. نروح من أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد لأهم الكلام والأخبار اللي اتقالوا عن النادي الأهلي لكن في مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: طارق أنديل الأهلي صاحب دور ريادي في المطالبة بلائحة خاصة لتعظيم دور الجمعية العمومية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: أنديل فرع مدينة نصر يعامل معاملة النادي الأصلي في اللائحة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يفتح الحجز الإلكتروني لمباراة هرايا الغيني اليوم. اليوم السابع: الأهلي يكرم اللجنة المركزية المسؤولة عن لائحة النظام الأساسي. الشروق: كارتيرون يحذر هرايا مثل مادنبي، بدأ صغيرا وبات بطلا. إصابة محمد نجيب قطعة في غضروف الركبة. الأخبار: محمد يوسف محاولات مستمرة لتجهيز سعد سمير. الوطن: الأهلي يعلن جاهزية وليد سليمان لمباراة هرايا الغيني. وان تري: رسميا الأهلي يفقد السلية أمام هرايا الغيني. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: محاضرة فنية للاعبي يد الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الغنام يغيب عن تصفيات بطولة أفريقيا للسلة. والعزة: أبطال السباحة شرفونا في الجزائر. نروح معي
معاكم لأهم تفاصيل الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت، وهنبتدي مع اليوم السابع اللي قال إن قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تكريم اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي ولجنة صياغة اللائحة بعد طبعا الجهد الكبير جدا اللي بذلوه طول الفترة اللي فاتت. وأكد كمان إن مشروع اللائحة يليق باسم النادي الأهلي وبتاريخه الكبير وبيتوافق كمان مع قوانين الرياضة المصرية والدولية وكمان مع نصوص الميثاق الأولمبي، وده طبعا اللي أشادت به اللجنة الأولمبية. نروح للشروق. الشروق قالت ان باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي حذر من الاستهانه بفريق هورايا كوناكري الغيني قبل لقاء الاياب اللي هيكون ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. وقال المدرب الفرنسي مباراه العوده هيكون ليها حسابات مختلفه، واتمنى مواصله مشوار الفريق في دوري ابطال افريقيا وقطع خطوه جديده في البطوله من خلال طبعا حسم التاهل للدور قبل النهائي من القاهره. والأهرام قالت إن صرح خالد محمود طبيب الفريق النادي الأهلي طبعا لكرة القدم إن الإشاعة اللي أجراها محمد نجيب مدافع الفريق امبارح أثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة. والأخبار قالت إن محمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم طبعا بأعمال مدير الكورة في الفريق صرح وقال إن المحاولات مستمرة لتجهيز سعد سمير مدافع الفريق لمواجهة هورايا كوناكري الغيني، وقال كمان إن فرص لحق اللاعب بالمباراة قايمة وإن في محاولات من الجهاز الطبي عشان يجهزوا للقاء. كمان الوطن قالت تصريح لكابتن محمد يوسف، قال ان هو او صرح ان وليد سليمان لاعب الفريق هيكون جاهز ان شاء الله لمواجهه هورايا كوناكري الغيني يوم السبت اللي جاي. كمان طبعا زي ما انتم عارفين ان هو تعرض للاصابه في مباراه هورايا الغيني يوم الجمعه اللي فاتت في غينيا واللي انتهت بالتعادل السلبي للفريقين. موقع وان تري قال ان محمد يوسف صرح وقال ان عمرو السوليه لاعب وسط الفريق مش هيشارك في مباراه هورايا الغيني يوم السبت اللي جاي بسبب الاصابه اللي اتجددت في العضله الخلفيه، وكمان قال ان هو بيعاني من تمزق في العضله الضمه.